أسعد الله صباحكم متابعينا في كل مكان، إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة. هذا اليوم الأجواء تكون بها ما زالت الرياح النشطة، درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية، وهي أعلى بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. معدل درجة الحرارة الآن في العاصمة عمان في مثل هذا الوقت من العام تقريبا بين 12 إلى 13 درجة مئوية، تسجل درجات حرارة أعلى بأكثر من 5 درجات مئوية عن معدلاتها المعتادة. تستمر الرياح النشطة بالهبوب من الاتجاه الجنوبي الشرقي، الذي الأمر الذي قد يزيد من الإحساس بالبرودة من وقت إلى آخر، وتستمر الأجواء مستقرة بوجه عام خلال الأيام القادمة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة نبدأها شمالا من إربد 22-11، زارش 18-11، عجلون 18-10، والمفرق 19-10 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 17-10، السلط 20-12، مأدبة 19-8، البحر الميت 25-15، وفي الزرقاء من 18-9 درجات مئوية. المناطق الجنوبية الكرك 17-8، الطفيلة 17-11، الشوبك 16-9، معان 19-7، وفي خليج العقبة ترتفع درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن تنخفض الصورة الليل القادم إلى 14 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية، رويشة 18-8، الصفاوي 19-8، وفي الأزرق من 20 إلى 9 درجات مئوية. هذا كما ذينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.